هنعمل دلوقتي العدس العيش للي ما بيحبش العيش العادي يعني. خلاص انا هكتفي بدي بقى كده، مش عايز دي خلاص، عشان بقى ايه مش وقت ولا. تمام كده، معانا كوبايه عدس بننقعها قبلها بساعتين، او زي ما انا بعمل كده قبلها بساعه واحده كده في ميه سخنه هتبقى تمام. كوبايه عدس واحده يعني ما يعادل، هتلاقوها يعني ربع كيلو الا شويه، 8 كيلو وشويه كده يعني في الحته دي. وهنصفيها خالص كده خلاص من ميتها دلوقتي. هنعمل عيش العدس الاصفر، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه. اللي بقى ما بيحبش العيش العادي او عايز يغير من العيش العادي للعيش الخالي من الجلوتين، اللي بيعمل دايت، اللي عايز يخفف النشويات من اكلاته يعني، فالعيش ده مفيد جدا ان انا هاخد فايده العدس وفي نفس الوقت هبعد عن يعني الحاجات اللي هي بتتعب او ان انا اقلل النشا. صح يا شيف؟ بالظبط كده. تمام، هناخد بقى معانا الخلاط وهنحط كوبايه العدس دي، وهناخد عليها زي ما احنا قلنا كوبايه ميه. ناخد بس باقي العدس كده. تمام، شوف هنحتاج ميه تاني ولا لا. ده كده العدس ني، هو الشيء العدس ني منقوع بس. حطينا كوبايه ميه عليها كوبايه عدس، هنحط التوابل اللي حضرتك بتحبيها، شويه ملح. هو المفروض شويه ملح خلاص. حضرتك بقى يعني اي توابل بقى انت بتستصغيها مع طعم العيش يعني حطيها. فبما انه عدس هنحط شويه كمون، هنحط شويه كزبره، حطينا شويه ملح، وفي الاخر هنحط شويه حبه البركه او هنحط عليه شويه سمسم زي ما انتوا عايزين بالظبط. ممكن كمان دي اضافه من عندي يعني، ممكن كده حاجه بسيطه خالص يعني على طرف المعلقه بيكنج باودر. مش عايزين تحطوه ما تحطوش. بتاعه يبقى تقريبا شبه قوام الكريب كده يعني. فاحنا هنفضل معاه كده. العدس منقوع، مع الشيف مش عامل فيه اي حاجه خالص غير ان هو نقع وحط عليه التوابل وضربه في الخلاط. ممكن ندي عليه نص فنجان ميه كمان. طب ده مش هيخف لما لا لا كده؟ مفيش اي نوع من النشويات يا شيف خالص، ما حطيناش ولا حاجه خالص، نص فنجان ميه بس. نطر ال لازم ني، خلاط اللي مضايقك اهو لازم ني، ما ينفعش نسلقه صح؟ لا هو هيستوى دلوقتي، هو دلوقتي هينزل في الطاسه هيستوي. لازم تكون الطاسه سخنه جدا، لازم تكون الطاسه سخنه جدا. وبندهنها. طب ده لازم يتعمل بالعدس الاصفر؟ ينفع بالعدس الاسود ولا لا؟ او اللي لا، هو اصله بالعدس الاصفر. لكن احنا ممكن نجرب كل حاجة عادي. احنا قلنا نجرب كل حاجة مفيش مشكلة. حلو كده. لازم تكون الطاسة سخنة، هندهنها زيت لأول مرة بس. يعني أول واحدة ندهنها. ممكن بقى في ناس ما بتاكلش بزيت. حلو كده. الناس اللي ما بتاكلش بزيت خالص دي بنعمل لها الكلام ده في حاجة تيفال عشان ما يبقاش فيه زيت خالص، ويطلع يبقى عندنا كده امانه في العمل يعني، ان احنا لا ده ما فيش زيت يبقى ما فيش زيت خلاص انتهينا. بنعمله في حاجه تيفال. طيب
اه زيت زيتون، اي زيت اي زيت. اول مره دهنا اول مره وخلاص على كده. كويس، بس لازم تكون سخنه جدا، لازم تكون سخنه جدا. يعني دي تقريبا كده خلاص، دي تقريبا كده خلاص. ناخد معانا دلوقتي بنعمل عيش العدس والشيف قال لنا نعمله زي قرص الاومليت كده. اه العدس منقوع، منقوع حوالي ساعة في مية سخنة، وبعدين عليه التوابل وبيطحنوا في الخلاط وبس. بالظبط كده، ناخده كده زي قرص الاومليت كده، نصبر عليه بقى شوية. نصبر عليه شوية، احنا مش هنعمل منه كتير يعني. دي خلاص ولا لسه؟ ممكن بنشكله بقى المقاس اللي احنا عايزينه يا شيف، صح؟ المقاس اللي حضرتك عايزاه بالظبط كده. زي الاومليت كده، بشويش عليه كده خالص، وممكن نحطه على ورق زبده، بس انا الفرن عندي مشغوله دلوقتي. وندخله الفرن على اعلى درجه فوق وتحت، بس بدل ما هنحط عليه بيكنج باودر هنحط عليه معلقتين خل، وعلى طرف المعلقه بيكنج صودا، ونحطهم عليه ونضربهم كويس قوي، ونصب نفس القرص ده بس على ورق زبده وندخله الفرن، هيتنفخ. بس انا يعني بفضل ده. الفرن بيختلف عن النار العاديه؟ اه، بس انا بفضل ده، ده بيطلع افضل وطعمه احسن، وبيبقى يعني هتشوفي دلوقتي بيبقى عيش عادي خالص، يعني بيبقى عيش عادي خالص. مستنيه النتيجه زي الناس بالظبط. طب انت قاعده دلوقتي مستنيه يبوظ؟ انا لا 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 مستنيه، انا عارف مستنيه لحظه. لا انت مستنيه يبوظ، فطبعا لما هيبوظ هتقعدي دلوقتي بقى تقولي لي ايه؟ ولا مش هعمل حاجه خالص خالص. ماشي، يعني بريئه النهارده. ماشي خلاص، انا حاسه بيولع يعني. لا ما تخافيش، مش هيولع ومش هيجرى له اي حاجه خالص، وهنمشي معاه واحده واحده. ماشي. وكل حاجه هتيجي على مزاجك يا دكتوره زي ما انت عايزه. فاحنا بنشكرك طبعا على ان انت بتشوف لنا حلول يعني في ناس تبقى مش عارفه ان هي تعمل العيش ازاي من غير نشا او من غير القمح، من غير الحاجات اللي احنا عايزين نستغنى عن النشويات ومش عارفين. فالعدس الشعير يا شيف، طب لو عايزين نعمل الشعير نعمله ازاي؟ ما احنا عملنا قبل كده الشعير يا جماعه. لا انا بنسى حضرتك. لا ما تنسيش، ارجع لي الحلقات اللي ورا. انا ارجع للحلقات. ايوه شفتيه لما اتقلب طيب عامل ازاي؟ برافو عليك، برافو برافو، شاطر برافو. مدام ناديه مساء الخير. الفل، مساء الخير حبيبتي. ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه، كل سنه وانتم طيبين كلكم يا دكتوره. وحضرتك طيبه. منورانا يا فندم، منورانا. طبعا الشيف الجميل ده ربنا يدبر يديله دايما كده الصحه ويعمل لنا حاجات حلوه كده. ربنا يا ريت يا دكتوره اطلب طلب تنزلوا بس الطريقه دايما على الشاشه كده، تسيبوها شويه على ما ننقلها او نصورها. حاضر شكرا. وممكن برضو كمان ميسات عندنا بتروح وتيجي كده، ممكن تبعت لنا التردد بتاعها بعد اذنك؟ طيب هيقولوا لحضرتك التردد في الكنترول، وممكن حضرتك أوكي. تتابعي الحلقه مره تانية على الصفحات، موجوده على صفحه هي ومي وصفحه أوكي. ميسات. نورتينا يا فندم. في حاجه عايز تسالي شكرا عنها؟ نعم. في حاجه عايز تسالي؟ يعني عايز اعمل بس طريقه فطير العدره او القرص العدره، عمرنا ما بنعملها مظبوطه. انا بحب القرص اللي هي ايه تتكسر كده، تبقى ناشفه ما تبقاش طريه زي القرص العاديه اللي بنعملها. عايزه طريقه فطير العدره. هو حضرتك عايزاها طريه، وفي ناس امبارح المره اللي فاتت اتصلوا، يعني في ناس يا بصي هقول لحضرتك حاجه. هي اهم حاجه تطلع مظبوطه، اهم حاجه معانا تطلع مظبوطه. لو طلعت مظبوطه هي بتبقى لا طريه ولا ناشفه، بتبقى عامله زي أيوة. الكايزر كده، بتبقى يعني ايوه ما انا عايزاه. بتبقى لدنه كده وبتبقى جبن. احنا قلنا المكونات، المقادير حضرتك بتحطيها على حسب الكميه. قلنا المكونات، كنت بتسالينا يا دكتوره وانا انشغلت، قلنا خميره وملح وسكر، الملح زي السكر، خميره وملح وسكر وزيت. خميره أيوة. وملح وسكر وزيت ودقيق، خلاص أيوة. بس كده، مفيش اكتر من كده. وحضرتك في ناس بقى بتزود سكر، يعني في ناس يحبوا الفطيره دي مسكره، يعني بدل ما يحطوا السكر بتاع الخميره بيزودوا شويه، بيحطوا نص كوبايه سكر مثلا او حاجه. فعلا على حسب ما حضرتك بتحطي. في ناس بتحط زبيب في العجينه. في ناس بتحب يعني على حسب بقى ما حضرتك بتحبي، بس الاساس بتاعها كده،
الاساس بتاعها كده، والمقدار حضرتك بتظبطيه على حسب الكميه اللي حضرتك بتعمليها، هتعملي كيلو ماشي، هتعملي نص كيلو ماشي، على حسب الكميه اللي حضرتك هتعمليها. ايوه بس، وتحت امرك، وكل سنه وانت طيبه، ويا رب اللي احنا بنقدمه يكون بيعجبكم، ونشوف كده. نورتينا يا استاذه ندى. ايه راي حضرتك يا دكتور؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك. لا تمام كده؟ طيب مقادير العيش بالعدس اللي الشيف شغال فيه دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه، نستأذن بس مخرجنا الجميل يخلي المقادير شويه كده على الشاشه. يا ريت عشان الناس تلحق تشوفها. يبقى احنا كده في المظبوط. حلو قوي. حلو كده؟ اهو هو بس بيغيب شويه، يعني اصبري عليه شويه على النار عشان يديك النتيجه اللي انت عايزها. كده مفيش زيت، مفيش دقيق، مفيش نشا، مفيش اي حاجه، وعملنا عيش نقدر ان احنا ناكل بيه. الناس اللي بتعمل يعني دايت، الناس اللي مش عايزه تاكل النشويات كتير، اللي مخففين من النشا، اللي مانعين النشا خالص، يعني كده ان احنا بعدنا خالص عن النشويات. تمام كده؟ بصي بقى يا دكتوره، الرغيف ده رغيف حلو كده، رغيف عيش اهو، هنسيبه بس كده 3 دقايق. بما انه بقى عدس فهو هيشبع برضه، يعني مش 3 دقايق. سيبه بس كده على فوطه 3 دقايق. واحنا قلنا اول واحده احنا بندهن بس اول مره، وبعد كده بنشتغل عادي خالص. شيف قلت لنا لو عايزين العيش منفوخ كده بنزود له ايه؟ بيكنج صودا ومعلقتين خل. بيكنج صودا ومعلقتين خل. ومعلقتين خل. ده في الفرن. ويخش الفرن نفس الصبه اللي انا بصبها دي على ورق زبده ويخش الفرن. طب لو عملناه كده بس لازم ورق زبده كويس اللي هو فيه الوش اللي مش بيلزق. عشان في ورق زبده دلوقتي في السوق بتجيبيه وتحط عليه الحاجه، ومجرد ما تحط عليه الحاجه يروح شارب ميتها ويبوظها. وبيقال عليه ورق زبده، هو مش ورق زبده. ورق خرايط. مش عارف يعني. تمام كده؟ احنا مش هنعمل كتير عشان الوقت بتاعنا يعني، فاحنا كده تقريبا احنا ورينا الطريقه للناس. احنا تقريبا كده خلاص يعني، هنكمل دي بقى كده وقت تاني، نعمل واحد كمان طيب عشان خاطرك، وبعدين نكمل دي وقت تاني. ماشي، ده كده عيش العدس، عدس اصفر اللي شفناه او في الميه السخنه حوالي ساعه، وبعدين طحنوا في الخلاط عليه البهارات، ملح وكمون والكزبره الناشفه وبس، ونطحنه جامد لغايه لما يوصل لقوام كده يكون متماسك. وبعدين الشيف بيعمله على الطاسه، وقال لنا ان احنا بنزود عليه البيكنج صودا والخل على ورق زبده لو عايزين ندخله الفرن ونطلعه يعني زي في كده يعني هش. تمام كده؟ شوف الطاجن بتاعنا حلو قوي. احنا النهارده عملنا الطاجن الرئيسي، طاجن الباميه، ده الطبق الرئيسي في الحلقه، طاجن الباميه. الشيف عمله بخضار كتير، يعني حلو ان احنا نحط الخضار في الاكل وفي نفس الوقت نحتفظ بطعم الاكل. طاجن الباميه الشيف حط البصل والثوم والفلفل الالوان والكزبره الخضراء وكزبره ناشفه والباميه، وفي نفس الوقت احتفظ بطعم الباميه. بس الثانيه اسهل من الاولانيه ازاي؟ حلو قوي. يعني احنا قلنا دايما الاولانيه بتبقى هي اللي فيها المشكله، يعني مش مشكله هي عشان الطاسه بس كده سخنت قوي، صح؟ بالظبط كده. وادي التاني اهو، هنقفل عليه كده. هنعمل ده كمان اخر واحد وخلاص. طيب اللي عايز يعمله بالشعير بقى، ما احنا قلنا الشعير، بس الشعير عنده مشكله، الشعير لما بتحطيه في الميه بينفش، يعني مش عايز يقعد، مش عايز يتنقع زي اللي احنا عملناه ده. يعني يتنقع قد ايه مثلا؟ يعني ده كده اخد ساعه؟ لا، الشعير بنشتغله على طول. خلاص، الفرق بين ده والشعير ان الشعير بنشتغله على طول. بتشتغله بنفس الطريقه؟ لا، الشعير ليه توابل وليه الشغل بتاعه، هقول لك على مقاديره. وانا ما بحبش اقول حاجه انا عملتها عشان الناس ترجع تتفرج على الحلقه. احنا هنفكرهم دلوقتي ويرجعوا يتفرجوا برضه. عملنا كمان من الشعير لو تفتكر، احنا عملنا التلبينه، المشروب التلبينه،
كنا عملناه برضو في مناسبه كده لاخواتنا. لا انا انت بتعمل زهايمر على فكره، مش فاكره ولا حاجه من اللي بتقوله. لا لا مش عايز انا الزهايمر ده. مش فاكره حاجه. لا انا عايز ان احنا نبقى مركزين ونشوف احنا هنعمل ايه. خلاص احنا هنكمل ده بقى وقت تاني. تمام، نشيل بقى الحاجات دي كده. حلو قوي. ده عيش العدس اللي مش عايز يستخدم النشا، زي ما كنت بقول لحضراتكم، اللي بعد عن النشويات، السكريات، الحاجات اللي هي بنحاول ان احنا ناكل اكل خفيف في يعني كده في اوقات نبقى عايزين ان احنا نغير نظام اكلنا او نظام حياتنا، ناخد نفس الفايده ونفس اللي احنا عايزينه من العيش بس بطريقه احسن. يعني في ناس العيش ممكن يكون متعب، او اللاكتوز او في عيش بيكون المواد متعبه نفسها للمعده، فاحنا كده بنغير. وفي نفس الوقت اللي حابب ياكل عيش برضو جنب الاكل، في ناس يا شيف ما ينفعش تاكل حاجه من غير عيش اهو. فبنعمل العيش بطريقه ثانيه، نبعد بقى عن النشا خالص. ياكل عيش ده هتشوفيه دلوقتي حالا، انا مطلعه لك من الفوطه، هتشوفي عامل ازاي. حلو. ده عيش احلى من اي عيش على فكره. كويس، عيش صحي جدا واحلى من اي عيش ممكن تاكليه في اي مكان تاني. جميل. تمام كده؟